قبل ما ابدا الفيلم هيقول لك وحشتنا يا صديقي، وباذن الله رمضان كريم عليكم جميعا. وبالمناسبه دي جايب لك فيلم جبار، دراما تشويق اكشن من نار. اقسم لك يا صديقي الفيلم حاله من المتعه التي لم ولن تتكرر ابدا. كل اللي عليك تركز معايا علشان تستمتع بالحكايه. والان اربط الاحزمه واستعد للفيلم. وبيبدا الفيلم بقادر ضابط في الجيش الباكستاني بيكون عنده الدكتور، والدكتور بيقول له للاسف عندك ورم في المخ. بينصدم وبيقول له قدامي قد ايه واموت. بيقول له ما اعرفش بس تقريبا 3 سنين. ومره واحده الاعلام بيقول البرلمان الهندي اعلنوا الغاء الماده 370. قادر بينصدم والدكتور بيقول ازاي يلغوا اتفاقيه زي دي. بيقول له انت قلت لي فاضل قد ايه واموت. بيقول له 3 سنين او اقل. بيقول له لسه الوقت قدامي كتير علشان اخليهم يرجعوا في قرارهم. بيروح مكتبه وبيتصل برئيسه. بيقول له يا فندم احنا مش هنستنى نشوف الامم المتحده هيعملوا ايه، لو صبرنا الهند هتسيطر على ازاد كشمير. بيقول له ايوه يعني انت ناوي تعمل ايه. بيقول له جه وقت الشيطان جيم. بيقفل معاه وبيتصل بجيم. جيم بيقول له امرني. بيقول له عايزها خراب، عايز الهند تركع قدامي. بيقول له اخد حبه وقت ولكن اللي انت عايزه هيتم. في الوقت ده في افريقيا وتحديدا في سوق التلات بس ما فيهوش خيار وجزر، فيه اسلحه تنهي على البشر. المهم رافي بيكون بيشتري الصاروخ ده لجيم، فبيجي واحد من الرجاله اللي بيشتري منه بيقول له في شخص غريب جه وبيسال عن رافي. رافي بيقول له مين الشخص ده. بيقول له ما نعرفش بس انا سبته مع الرجاله بيعملوا معاه الواجب. وها هو الوحش العنيف الاسد المخيف الولد الذي بقدراته مستعد يغلب جيش بسان. بيكون تعبان وسايب الواد ده يلطش فيه. رافي بيحضر في المكان وبيقول لبسان بالانجليزي قول لي انت مين وليه جاي ورايا. بيقول له عدل لسانك وتكلم هندي ولا بعت لغتك زي ما بعت بلدك وسلمت نفسك لجيم. بيقول له بسان انت لسه. بيقول له بالظبط لسه عايش ما متش. الاقيها فين. بيقول له انت ازاي طلعت منها. بيقول له هقول لك بعد ما اخلص على الكلاب اللي حواليك واخدك معايا. قول لي بقى فين روبينا. بيرفع عليه سلاح. بيقول له دي في مكان لو فضلت مليون سنه تدور عليها مش هتلاقيها وللاسف انت قدامك لحظات وتموت. بيقول له صلح الكبوت. بيكون فك مسامير الكرسي وبينزل تحت وبيقوم بيها. ارجع يالا راحوا جالكو خبوا عيالكو. ولكن الرجاله بتكون حواليه من كل اتجاه. تفتكر ان ده هيفرق معاه؟ قولها معاه يا صديقي. لا والله انا مش عارف اقول لك ايه. الواد بيعمل عظمه بخمسة جنيه بيكسر عظمهم بالكامل والباقي منهم بيخشوا عليه بالاسلحه. بياخد الخرطوشه من الجحش ده ويا رب ما بيشوفش حد في اي اتجاه. اللي بيلمحوا بيلوحوا وفي الهوا بيطوحوا. ارفي بيقف في وشه بسلاح والرجاله اللي بره بيرموا عليه قنبلتين. بسام بياخد ارفي وبينط من الازاز اللي جنبه. وها هو الوضع الهزاز. بيركب الطياره الكيلوباترا دي وبيكون معلق ارفي فيها. بيخرج سلاح الطياره بيفرتك المكان بالكامل وطبعا طبله ودن ارفي بالسلامه. المهم بسام بيفرتك المكان بسلاح الطياره وبيخرج من هناك ولا العبد لله في عز شبابه. بالليل في الهند في دلهي وتحديدا في افضل قسم عمليات في الهند اسم جي او سي. رئيسة الاسم ناندني بيكون معاها تليفون وعارف بيقول لها تعالي بسرعه يا فندم انا لقيت روبينا. بتقول له فين بالظبط. بيقول لها في محطه مترو في باريس. بتقول له طب يلا بينا مفيش وقت قدامنا. وفعلا بتاخد قريف وتمشي. وهم في الطياره بتقول له هو احنا قدامنا قد ايه ونوصل. بيقول لها حوالي 5 ساعات. بتقول له كويس. بيقول لها طب يا فندم انا في سؤال هيجنني، هو احنا هنروح ونقبض على بسان؟ بتقول له انت تعرف ايه عن بسان؟ بيقول لها ما اعرفش كتير ولكن كل ما بسمع اسمه بيتذكر في الاسم بحس ان الكل خايف في المكان. هو بسان ده معانا ولا ضدنا؟ بتقول له بسان لولا بسان ما كانش زمانك معايا دلوقتي، ما كانش اسم جي او اس ده تاسس اصلا. بسان كان الهجوم والوسط والدفاع، كان اسد مرعب للاعداء. انا حاسس انها بتتكلم عنه صديقي. المهم بتكمل كلامها وبتقول له وفي يوم كان في مهمه مستحيل تنفيذها طلع لوحده والغريب انه نجح فيها ولكن اصاباته كانت خطيره وفضل اسبوعين في المستشفى. كلنا قلنا انه مستحيل هيكمل وخلاص راحت عليه ولكن الغريب ان بسان ما استسلمش ورجع افضل من الاول بفورمه جديده. وبمجرد ما دخلت عليه بقول له مستحيل انا سمعت ان حالتك خطيره جدا. بيقول لها خطيره بالجبنه، انت عارفه ان لا مستحيل ده بسان المهين الجندي الحقيقي مفيش حاجه تقدر تغلبه ولذلك انا عايزك تبص على الملف ده. فيه جنود كتير استبعدوهم غصب عنهم عندهم طاقه للشغل ومستعدين يموتوا علشان البلد ولكن مش لاقيين الفرصه. انا عايز نعمل اسم جديد ونشغلهم معانا. بتقول له ولكن الموضوع مش سهل زي ما انت فاكر. بيقول لها انا مخلص كل حاجه واسم القسم هيكون جي او اس وانت هتكوني رئيسه الاسم. صدقيني هنكون اقوى اسم في الهند بالكامل والهند بالكامل هتحلف بينا. بتقول له خلصانه خلينا نبدا. وفعلا بياخدوا مكان وبيكونوا حته فريق محترم وبعد تعب ومجهود الاسم بيكون جاهز تماما ولكن بيكون قدامهم عقبه ان لازم الاسم يعجب كون ده هو اللي هيظبطهم مع الوزير. وفعلا كون بيحضر في المكان هو بيقول لناندني ايه المهزله دي، اسم عرف فريق كله قشر بيض. بتقول له قشر بيض احترم نفسك يا اخي ولكن دي بيكون خدعه عاملها بسان. هو بيقول لها ايه رايك في الاختراع ده. بتقول له انا كنت عارفه انها لعبه من بتوعك، ازاي يعني هكلم الرئيس بتاعي كده. ومره واحده كون الحقيقي بيحضر في المكان الكل بيكون واقف انتباه. ناندني بتبص له هو بتقول له ده اصلا مش شبهه خالص، تحس انه عره كده شبه الخروف وكرشه كبير حبتين. بتنصدم اما بتعرف انه كون الحقيقي. بيقول لها ايه المهزله دي، بذمتك ده فريق محترم؟ ده فريق قشر بيض، انا غلطان اني جيت هنا وقلت هوصي عليكم الوزير. بس بيقول له استنى بس يا
فندم. شوف شغلنا الاول وبعدها اعمل اللي انت عايزه. بريشي بيقولوا دي اكبر الكوارث اللي حصلت في الهند ودول داعش. بيقولوا كوارث ايه وداعش ايه؟ هو انتوا فاكرين ما اعرفش المعلومات دي؟ وبعدين مشاكل داعش اللي انتوا بتتكلموا عنها دي مش شغلنا، ده شغل الانتربول. بيقولوا لا يا فندم، انا عارف انك عارف كل المعلومات دي، ولكن احنا بنشوف مين اللي بيخطط يهاجم على علمائنا اللي هيمثلوا الهند في المؤتمر اللي هيتعمل في دبي. اللي معاه بتقوله بالظبط يا فندم، احنا اكتشفنا ان في فريق مافيا بيخطط لحاجه هينفذها في دبي. بيقولوا المؤتمر اللي انتوا بتتكلموا عنه ده هيحضر فيه الرئيس. نندني بتقول له احمي انت الرئيس وسيب لنا احنا فريق المافيا. بيقول لهم هو ده اللي هيحصل. بس بيقولوا طب وبالنسبه لقشر البيض والوزير؟ بيقول لهم خلاص احنا هنعتمد عليكم. وفعلا بيسافروا الامارات وبتبدا القوات تامن المكان حوالين المبنى. القناصات بيكلموا بسان وبيقولوا له احنا محوطين المكان من كل اتجاه، هو مفيش اي مكان ممكن اي قناص يقعد فيه. بسان بيكلم كون وبيقول له فعلا المعلومات طلعت حقيقيه، في فريق بيخطط لحاجه ولكن لحد دلوقتي الدنيا هاديه مفيش اي حاجه. بيقول له تمام انا غيرت طريق الرئيس وانت كمان خلي كل قواتك مع الرئيس. بيقول له طب والاثنين العلماء بتوعنا يا فندم؟ بيقول له مش هينفع يمشوا مع الرئيس، كتر العربيات حواليها هتربك الامن. سيبك من العلماء اهم حاجه الرئيس. وفعلا العلماء بيكونوا لوحدهم ومفيش معاهم غير عربيه حراسه واحده، واللي كان خايف منه بسام بيحصل. الشخص ده بيقف قدامهم وبالبازوكا اللي معاه بيفجر عربيه الحراسه. كون بيكلم بسام وبيقول له كان عندك حق، المافيا كان هدفهم العلماء. بسام بيقفل معاه وبيكلم فريقه وبيقول لهم ابعتوا لي موقع العلماء. وفعلا بيبعتوا له الموقع وبياخدها جري عليهم، ولكن المافيا بيكونوا خدوا العلماء الاثنين في العربيه الهامر دي. تفتكر ان بسام هيسيبهم يا صديقي؟ لا والله، بيوصل لهم في الوقت المناسب وبيحاول يزق العربيه الهامر. بتزق مين يا بسام اخويا؟ ابن الهلمه بيزقه بيرميها على الحاره العكسيه ولا بيهمه. بيعدي من العربيات بكل سهوله وبيروح جري على الكوبري ده. بينزل تحته ويبص يمين شمال بيشوفه راح فين، ولكن ابن الهلمه بيظهر له فجاه من على الجنب وبيخش فيه بيقلب له العربيه بتاعته. بينزل له وبيقلع القناع بيكون الشيطان جيم. بيقول له ازيك يا بسام، انا فضلت مستنيك كتير واخيرا جيت. بيقول له جيم؟ بيقول له يا جيم يا عم، على ما اعتقد سمعت عني كتير وفاكرني زيهم ميت، اصل انا في الهند فاكرني ميت وهو ده الدليل. بعد ما افتكروني موت ادوني ميداليه الشجاعه، ميداليه الجندي الشهيد. بيقول له انت ازاي بقيت كده؟ انا سمعت انك. بيقول له سمعت اني انا الافضل، اللي سمعته كان صح ولحد الان انا الافضل، ولكن كنت غبي فضلت اخدم البلد لحد ما رموني، وانت كمان بعد ما تموت دلوقتي هيرموا لك ميداليه زي دي ولا هيعبروك تاني. يلا بقى ما عطلكش يا بسام وسلم على اللي قبلك هنا. بيسيبه ويمشي وبيخبط البنزين بطلقه بيولع او بيسيبهم ويمشي. بسام بيحاول يخرج وبيحاول يخرج زمايله من العربيه، ولكن ريشي بيكون محشور ورا بيقول لهم خلاص سيبوني العربيه خلاص هتنفجر. وفعلا رضا بيشد بسام والعربيه بتنفجر بريشي. بسام بينصدم وجيم بينقل العملاء في الطياره بتاعته، ولكن بسام بيحضر بالطياره الثانيه وبيخبط طيارته بسهم وبيربطها بطيارته. بينزل على جنب واحده بيجيبه تحت العربيه، ولكن ابن الهلمه بيشعلق في العربيه وبيطلع يكسر له وشه. بسام بيحاول يعمل اي حاجه معاه بس الواد بيكون جته، ولكن على مين؟ احنا معانا بسام ابن الكذابين. بيسيطر عليه شويه ولكن جيم بيرفصه وبيرجعه لورا. بيروح جري على الحبل اللي ماسك الطيارتين وبيربطه على العربيه اللي هم عليها. هو بيقول لبسام بص، يا اما تسيبني اخد العلماء عايشين يا اما الطيارتين هيخبطوا في المبنى اللي قدامك ده والاثنين العلماء هيموتوا. بسام بيستسلم وبيسيبه ياخد العلماء. بسام بيرجع الهند تاني وكم بيكون في منتهى الصدمه. هو بيقول لهم جيم بقى رئيس عصابه، ده كان من اكفأ الضباط في الهند، مش زي الاستاذ بسام بتاعنا. انت فاكره القراصنه الصوماليين اللي هجموا على شركه النفط؟ جيم راح لهم بطوله وانقذ كل الرهاين اللي هناك، ولكن القراصنه استحلفوا له وفضلوا مراقبينه وخطفوه هو ومراته الحامل على اخوانه. فضلوا يعذبوا فيه ورئيسهم اتصل بكون وقال له لو عايز الراجل بتاعكم هتدفعوا 100 مليون روبيا. كون بيقول احنا ما بنتفاوضش مع ارهاب وبيقفل في وشه. القسام بيقول لجيم بلدك ما رضوش يدفعوا الفديه علشانك، هات السلاح يا ابني، وبيقتل مراته وابنه. كون بيكمل كلامه وبيقول لهم ساعتها لقينا جثه مراته ولكن ما لقيناش جثه جيم، قلنا اكيد القراصنه دول رموه في اي حته، عملنا له قبر وادينا لعمه ميداليه الجندي الشهيد. بسام بيقول له انتوا ما قدرتوش تدفعوا الفديه علشان مراته وابنه اللي في بطنها؟ بيقول له احنا مش هنضيع فلوس البلد على كل جندي مش هيخلي باله من نفسه. بيقول له دي لو كانت مرات وزير اكيد كنتوا هتدفعوا صح، ولكن اللي ما تعرفوش لولا الجندي ما كانش زمانك عايش في امان. بيسيبه ويمشي وبيقلب الدنيا على جيم. البنت اللي شغاله معاه دي بتقول له في كلمه بتظهر لي وكانها شفره، الكلمه دي راكت بيج. التاني بيقول له في بنت كانت عميله سريه تبع الهند وصلها داخل حسابها فلوس من دكتوره باكستانيه النهارده. بيقول له مين هي دي؟ بيقول له روبينا وحاليا عايشه في لندن. البنت بتقول له بس حاليا حجزت التذكره وهتسافر حالا على اسبانيا. بيقول لهم اكيد البنت دي وراها حاجه، خلينا نروح لها واشوف ايه الحكايه. وفعلا بيسافر لها اسبانيا بتكون مقضيها راس وغنى. بسام بيكون مركز معاها وهي كمان بتركز معاه. تاني يوم بيستناها وبمجرد ما بتخرج من سكنها بيروح جري على هناك، بيفتح اللاب بيكلم فريقه وبيقول لهم هبعت لكم ملفات مشفره افتحوها وشوفوا ايه اللي فيها. بينزل تحت يصطادها فبتسيبه وتمشي. بيروح وراها بتفك الحاجات، وكويس اني بسجل بعض الفطار يا صديقي. بتنزل الميه ولك ان تتخيل مين معاها، بيكون الشيطان جيم. بسام بينصدم ورجاله جيم
جيم بيحطهم من كل اتجاه بالاسلحه. جيم بيقول له ايه رايك، رمت لك طعمه وانت بلعته يا حمار. بعت لها فلوس على حسابها علشان تيجي وراها لحد هنا وهي تجرك بكل سهوله وتقف قدامي زي الفار المبلول. تعال جوه اعرفك على باقي فريقي. بياخده جوه وبيقول له ده رافي، كان شغال عامل سر للهند وانا خدته معايا، وسيرجي كان زيه بالظبط، ودي بقى روبينا كانت افضل عميله في الهند وبرضه انا خدتها في صفي. ناقصني انت يا بسان، انا عايزك في صفي. بيقول له والله تسلم على الوظيفه دي، ولكن انا مش جاي هنا علشان توظفني، جاي هنا علشان اعمل لك حفره على قدك في الهند هرميك فيها. بيقول له انا محفور لي قبر يا بسان، مش محتاج قبر تاني، وانت قريب جدا احفر لك قبرك، الا بقى لو بقيت معايا هتبقى غني وقوي وما فيش اي حاجه ناقصاك، ولو ما بقتش معايا هتبقى جثه، انت صاحب القرار. بيقول له جثه؟ عايز راجل. لا بيقول لهم مش قلت لكم يا شباب هيرفض؟ مش مشكله يا بسان، حتى موتك مربح بالنسبه لي، ما تزعلش مني بقى، لو مش هتكون معايا مش هسمح لك تكون ضدي. هو بيسيبه ويمشي. الرجاله بيحطوهم من كل اتجاه وبيرفع عليه السلاح. تفتكر انهم هيقتلوا يا صديقي؟ لا والله، روبينا بتكسر الكاس وبتقطع العلب وبتعبيهم في كياس، وعلى وضعك يا ست الناس، للامانه البنت عندها حس اكشن، بتفكرني بشبابي يا ناس، بترص فيهم واحد ورا الثاني، وبسان بيكون واقف مصدوم، بتخلص على اللي في المكان بالكامل، ولكن باقي الرجاله اللي بره بيجوا عليهم بسلاح، بياخدوها جري من المكان، وبنت الهرمه برضه بتكون جامده في الرمايه، بسان بيقول لها عاش عليك يا وحش السنين، في التصويب مالكيش مثيل، بتقول له برضه هما في التصويب جامدين، بيكونوا خبطوها طلقه في بطنها، بسان بيشوف الدم وبيغضب، بيخرج لهم بالسلاح، والطلقه الخارجه منه براجل، واحد يقول لي بس السلاح من الصبح بيضربوا بيه، والذخيره ما خلصتش منه يا ميخا، لا صديقي، ما هو السلاح ده مش بيتحط له طلق، السلاح ده بيتشحن بالكهرباء. المهم بسان بيخلص عليهم، ولكن برضه هما ما بيخلصوش، بينطوا في الميه، وروبينا بتحلم بكابوس، بتصحى من النوم بتلاقي بسان معاها، بيقول لها انا بقالي 18 ساعه بره، صح النوم، ما تقلقيش، الطلقه عملت جرح سطحي بسيط جدا، بتقول له طب هات لي جسم الحرام ده وتعالى لي بره، بيخرج لها بره، هو بيقول لها انا عايز اعرف جيم ناوي على ايه، بتقول له راكت بيج، سمعت الاسم ده قبل كده صح؟ بيقول لها اكيد، بس ما اعرفش ايه هو ده، بتقول له انا برضه ما اعرفش، ولكن كل اللي اعرفه ان راكت بيج ده مصيبه هيعملها جيم، ولكن في ماده موجوده في روسيا لازم نوصل لها في خلال 7 ايام، لان بعد ال7 ايام هيروحوا يشتريها جيم، بيقول لها بس انا فهمتك غلط، كنت فاكرك بعت البلد، بتقول له سيبك من اللي انت كنت فاكره، هتسافر معايا ولا لا؟ بيقول لها اكيد طبعا هنسافر، وفعلا بيروح يكلم ناندني وبيحكي لها كل اللي حصل، بتقول له بالظبط احنا جالنا خبر من الاسم اللي بتشتغل معاهم روبينا ان جيم بيخطط لحاجه كبيره، بيقول لها تمام احنا هنوقفه مجرد ما هنسرق الماده دي من روسيا، بتقول له تسرق في روسيا دي حاجه مش سهله خالص، وبعدين انت نفسك مش عارف انت رايح تسرق ايه، هتروح تسرق حاجه مجهوله؟ بيقول لها لا طبعا عارف مكان الخزنه كويس جدا، انت ناسي اني اشتغلت 3 سنين هناك؟ بتقول له طب لو اتقبض عليك هناك دي تبقى مصيبه سودا، بيقول لها لو اتقبض عليا اتبري مني مالكيش دعوه بيا، بتقول له دماغك ناشفه روح وانجز المهمه يا بسان، بيقول لها خلصانه، بيقفل معاها وفعلا بيسافروا روسيا وتحديدا في موسكو، بيقعدوا في مبنى قريب من مبنى الخزنه، وروبينا بتقول له المكان هنا تحفه بجد نفسي النهارده يكون دخلتي، بيقول لها هنشوف الموضوع ده، شايفه المبنى اللي هناك ده؟ المبنى ده فيه الخزنه اللي هنسرقها، الخزنه دي متامنه كويس جدا، لا بيأثر فيها منشار ولا نار ولا اي تكسير، بتقول له امال هنفتحها ازاي؟ بيقول لها بالمفتاح بتاعها، المفتاح عباره عن قطعتين، لازم القطعتين دول يتجمعوا سوا في نفس الوقت، في قطعه منهم مع جير جور والقطعه الثانيه مع كرين، بتقول له طبعا لازم نسرقهم علشان نفتح الخزنه، بيقول لها مش دي المشكله، هي المصيبه ان احنا لازم نسرق القطعتين في نفس الوقت، والمشكله ان مكتب كل واحد فيهم في اتجاه مختلف، ولازم بعد ما نسرق قطعتين المفتاح نكون عند الخزنه في خلال 10 دقائق، والا هنروح احنا الاثنين في شربة ميه، بتقول له طيب هنبدا بايه؟ بيقول لها لازم نجيب بصمات جير وجور علشان نفتح الخزنه اللي في مكتبه، ودي بقى مهمتك انت، وفعلا بتلبس الحته اللي على الحبل، والراجل بيكون فلاتي بتاع نسوان، بنظره واحده بتوقعه، وبتروح تقعد معاه، وبتخليه يحط ايده ياه على الورك ياه، بتسيبه وتمشي، وبتخرج جري لبره، بتخبط في بسان، بيقول لها الشرطه بتجري وراكي ولا ايه؟ بتقول له لا ليه؟ بيقول لها اصلي فاكرك صاروخ كبس عليا، بترفع رجليها وبياخد اللزقه اللي عليها بصمات جير وجور، في نص الليل هو بيروح بيت كرين وبينط جوه بياخد بصمات ايديها وهي نايمه، بيقول لها كده تمام قوي، انت هتسرق نص المفتاح من خزنه كرين وانا هسرق النص الثاني من خزنه جير وجور، هيكون في طيارتين مستنيين على السطح علشان نختصر الطريق وننجز المهمه قبل ما يخلصوا ال 10 دقائق، بتقول له قشطه، بيقول لها جبنه، بالليل وهم قاعدين بتقول له تعالى غير لي على الجرح، بيقول لها اتق الله احنا في رمضان وعندنا بكره سيره عايزين ربنا يوفقنا فيها، بتقول له هو انت مسلم؟ بيقول لها انا بحب الاسلام، زمان كان في مهم في افغانستان كان في ارهابي ضارب صاروخ على منطقه هناك، ولكن انا انقذتهم كلهم والصاروخ صابني اصابات خطيره، فضلت فاقد الوعي شهر هناك وكانوا كلهم بيصلوا وبيدعوا لي علشان اقوم بالسلامه، الست دي بتقول له من النهارده انت واحد مننا يا بسان، وفي اي وقت احتجتنا هتلاقينا، ومن ساعتها بروح ازورهم هناك من وقت للتاني، وكمان بحضر معاهم كل اعيادهم. فعلا يا صديقي ده لسه فاطر معايا النهارده. المهم تاني يوم بيبداوا تنفيذ المهمه، بسان بيروح مكتب جيرو جور وبيستناه لحد ما بيخرج من مكتبه، بيخش جوه
وبينا بتستنى الوقت المناسب وبتروح هي كمان المكتب وبيعد واحد اتنين تلاتة وبيسحبوا نصين المفتاح من الخزنتين. ولكن مرة واحدة واحد بيخش على وبينا وبيقول لها انت مين؟ بتقول له فردت عينك اليمين. بتخلص عليه وبيطلعوا سطح هما الاتنين بيفتحوا الآلة دي بتخرج لهم حبل باراشوت وبتيجي طيارة لكل واحد فيهم وبتاخدهم لمكان الخزنة. وفعلا بيقربوا يوصلوا الخزنة ولكن طيارة روبينا بيكون فيها عطل. الطيار بيقول لها مش هقدر انزلك. بسام بيقول للطيار بتاعه اعمل اللي هقول لك عليه. بيخلي الطيار يطير على الطيارة التانية وبسام بيفك نفسه وبينط على روبينا بيقطع الحبل بتاعها وبينزلوا هما الاتنين على المبنى وبيكون خلاص هيقعوا. ولكن بسام بيرمي الانترفاكتس ده وبياخدها في حضنه. بيطلعوا هما الاتنين وبيخشوا المكان الخزنة. كل واحد بيطلع نص المفتاح اللي معاه وبيحطهم في الخزنة. وفعلا الخزنة بتتفتح وبيخشوا علشان ياخدوا المادة اللي جوه. بيفتحوا باب الخزنة التاني وبسام بينط لتحت. وفعلا بيلاقي الأمبول ده وروبينا بترمي له الخرطوم علشان تخرجه. بتقول له هات الأمبول واطلع. وفعلا بيديها الأمبول وبيبدأ يطلع بالحبل. وهو في نص الطريق بتقول له بسام أنا آسفة. بتخرج الولاعة دي وبتقطع الحبل بيه. ودي بتكون خطتها هي وجيم. جيم كان قايل لها لازم نفتح الخزنة دي علشان ناخد المادة اللي فيها. بتقول له الخزنة دي مستحيل نفتحها. بيقول لها لو عرفنا نجيب بسام معانا هيقدر يفتحها. بتقول له لو مرضيش يجي معانا بيقول لها يبقى لازم نغفله وتفهميه ان انت خنتيني وتروحي انت وهو تفتحوا الخزنه وتجيبوا الماده. وفعلا هو ده اللي حصل. بسام بيلبس فيها والشرطه بتقبض عليه. بيفضلوا يعذبوا فيها اشد تعذيب. القائد الروسي بيستدعى ناندني وبيقول لها احنا عرفنا ان بسام شغال في القسم بتاعكم. بتقول له كان شغال معانا وخالف الاوامر ما بقاش واحد منا. بسام بينصدم والقائد بيقول لها يعني نخلص عليه. بتقول له اخبطه بطلقتين وانا هديك حسابهم. وفعلا بياخدوه في القطر ده وبيكونوا في طريقهم لسجن كله قتالين قتله. الضابط بينقلهم في العربيه الثانيه وبيفكهم واحد ورا الثاني. بيدي المجرم ده سكينه علشان يخلصوا بيها على بسام. وبسام بيسيبه متكلبش ما بيرضاش يفكه. بيرميه جوه في العربيه والمجرمين كلهم بيبصوا عليه. واحد منهم بيقول له انت جثه من غير روح ماشيه على الارض. بسام بيشقلب الكلبش الناحيه الثانيه بيفكه من ايديه. المجرم بيخش عليه فبيشقلبه الناحيه الثانيه وبالسلسله بيكسر له رقبته. وبيقول لهم هو المرحوم كان بيقول ايه؟ ولكن اولاد الهرمه بيتلموا عليه من كل اتجاه. تفتكر ان ده هيفرق معاه؟ قولها معاه يا صديقي. لا والله بينزل فيهم تخبيط وللامانه الواد ما يعرفش يعني ايه كذب. بيخبط فيهم بكل حرفيه ولكن اولاد الهرم بيكونوا جتات وبيسيطروا عليه. بيرقدوه على الارض بيقول لهم خلاص استنى منك ليه؟ خلاص وصل اللي ما عندوش رحمه. بيسمعوا صوت فوق عربيه القطر. واحد منهم بيقف على رجليه فبينزل عليه حته حديده بترقده مكانه. التاني بيروح يشوف ايه اللي بيحصل. بيلاقي فيه كوفيه نزلت وبتسحبه لفوق وبينزل عليهم الوحش العنيف البطل المخيف الولد الذي بقدراته هيعمل مع بسام ميكس نضيف. بسام بيقول لهم واخيرا. تايجر بيخش عليهم ما بيشوفش حد قدامه هو بيخلص عليهم بالكامل. بيروح لبسام. بسام بيقول له مش هبطل شرب قهوه. بيقول له ولا هبطل اروح الصيدليات. خد المسكن ده علشان يخفف ألمك. بيقول له عيب عليك احنا رجاله ما نعرفش معنى الالم. بيخبط على رجليه بيقول له بالراحه يا عم قومهم فاقوا تاني. بيقوم عليهم بينزل فيهم تخبط بكل غباء. هو بيقول له بسام خلصت قهوتك يلا قوم. بسام بيقوم وبيديهم القضيه وتشهد على كلام الحاجه راضيه. بسام بيقول له استنى يا اسطى انا سحبت دبوس قنبله. بيقول له انت مش هتبطل سحب دبابيس. بيقول له ما انت عارف دي هوايتي من زمان. تايجر بياخد واحد يستخبى فيه وبسام بياخد الدرع ده يتحامى فيه والعربيه بتنفجر بيهم. بيطلعوا هما الاثنين زي الفل. ما هو لازم يا صديقي تطلع فلته في نص الفيلم ما يبقاش الفيلم هندي. المهم الجنود بتيجي عليهم. تيجوا على مين؟ ارجع يلا احنا معنا تايجر المهين وبسام العنتيل. بيعملوا ميكس عليهم بيكسروا عظمهم بالكامل. واخر اثنين تايجر بيمسك بسام وبيلف عليهم لفه الزنبلاوين. واحد يقول لي وما هو الزنبلاوين يا ميخا؟ والله ما اعرف يا صديقي. المهم بتيجي عليهم طياره هليكوبتر بيضرب عليهم صاروخ وبكون خلاص هتفجرهم ولكن الجسر ده بينقذهم. برضه الطياره بتفضل وراهم. بيشيلوا الاسلحه بينزلوا تخبط فيها وعلى وضعوكها معلمين. ولكن الطياره بتنفجر وبتقع على سكه القطر وبتفجرها. تايجر بيقول له كده حنبله. بياخدوها جري هما الاثنين والعربيات بتنزل لتحت وهم بياخدوها جري لقدام. اخر عربيه بتكون خلاص هتاخدهم. تفتكر انها هتاخدهم يا صديقي؟ لا والله. بيتشعلوا هما الاثنين في ارضيه القضيب والحمد لله بتعدي على خير. تايجر بيقول له اسمع خليك عايش ما تموتش لان تايجر عنده مهمه كبيره وهيحتاج بسام فيها. بيقول له ما تقلقش هجيلك. بيمدي له ايديه بيقول له خلاص يا عم وعده هجيلك. بيقول له انا مش عايز وعده انا عايز المسكنات بتاعتي. بيقول له خالصه خد انت النص وانا اما اجي هديك النص التاني. هو بيمشوا هما الاثنين. ناندري بتخلص القصه هو بتقول له هو ده كل اللي حصل مع بسام. طبعا انت يا صديقي نسيت ان ناندري بتحكي للواد ده اللي حصل مع بسام. لا ركز يا صديقي وقوم هات لك حاجه ساعه علشان سهرتنا طويله. اللي فات كان مجرد بدايه ولكن اللي جاي مزه الحكايه. والان شد على الحزام وتعالى خطوه لقدام. المهم ناندي بتروح بيت بسام بتلاقي عرفي متكتف ومرمي على الارض. بسام بيرفع عليها سلاح وبيقول لها مش عيب اما تقول للقائد الروسي اخبطوا بطلقتين وهحاسبك عليهم. بتقول له يخرب عقلك كنت خايفه وانت في السجن ما تكونش فهمت الرساله اللي سبتها لها. الرساله دي سابتها له لما راحت له السجن. فضلت تخبط على الترابيزه
دي كانت رساله مشفره لبسان، كان معناها ما تقلقش انا هبعت لك تايجر ينقذك وهم واخدينك في القطر. بيقول لها عيب عليكي. بتقول له عارفه ما قالكش حاجه عن جيم؟ بيقول لها قال لي انه اشترى صاروخ من افريقيا، ولكن ما يعرفش اشتراه ليه ولا ما يعرفش مكانه لا هو ولا روبينا. بتقول له روبينا احنا عرفنا مكانها، موجوده في باريس ودي صورتها وهي في محطه المترو. بيقول لها الصوره دي امتى؟ بتقول له من ساعات قليله. بيقول لها بتروح فين؟ بتقول له اهاوي، بتخرج تتمشى والظاهر انها مستنيه شخص معين. بيقول لها هروح واشوفها مستنيه مين. بتقول له انا مش عارفه ايه الماده اللي سرقتوها وخدها جيم، ولكن متاكده انه هيعمل بيها كارثه. روح وهاته من قفاه، لازم توقف اللي هيعمله باي ثمن. وفعلا روبينا بتكون ماشيه وبتحس ان في حد ماشي وراها، بتاخدها جري وبرضه الشخص ده بياخدها جري وراها، بتستخبى منه ومره واحده بتظهر له من ظهره وبترفع عليه سلاح. بس هم بيظهر من وراها وبيرفع عليها سلاح. بيقول له تسلم يا رضا، روح انت دلوقتي، هم انت اللي صدقتك بقلبي وما استخدمتش معاكي عقلي، هندمك على كل اللي عملتيه معايا. بتقول له احنا لازم نتكلم سوا. بيقول لها برضه هديكي فرصه وبعدها خلص عليكي، قولي بقى عايزه ايه. بتقول له راكت بيج. بيقول لها تاني. بتقول له مش عايز تعرف ايه هو راكت بيج. بيروح معاها البيت. بتقول له راكت بيج ده هو فيروس الجدري، جيم عايز ينشره في الهند ويرجع المرض ده تاني. بيقول لها ازاي؟ مرض الجدري ده انتهى من زمان والعلاج بتاعه متوفر في كل مكان دلوقتي. بتقول له ما هي الماده اللي سرقناها انا وانت هيطور بيها فيروس الجدري. بيقول لها مين اللي هيطور الفيروس؟ بتقول له العلماء اللي خطفهم من الامارات. الفيروس بعد ما اتطور بقى خطير بشكل مستحيل تتخيله، بيقتل الانسان في خلال 3 ساعات بس. بيقول لها هو بيعمل ده لحساب مين؟ مين الشخص اللي بيموله؟ بتقول له الجنرال قادر. بعد ما الهند لغت ماده 370 قرر ينتقم ويعمل كل ده. اقسم لك انا ما اعرف ان الموضوع كده. هو بعد ما عرفت الحقيقه سبت كل حاجه وبعت، ومش عارفه اتصرف ازاي لوحدي، فضلت مستنياك كتير واخيرا انت جيت. بيقول لها وعايزاني اثق فيكي تاني؟ بتقول له المره دي اقسم لك ما بخدعك، ولو مش مصدقني اقتلني حالا، انا هعمل اللي انت عايزه. هو مستعد اضحي بنفسي علشان نوقف اللي اسمه جيم ده. بيفكر وبيقول لها تمام، بس هتفضلي معايا زي دلي. قولي لي بقى فين جيم؟ بتقول له في المختبر مع العلماء دلوقتي. بس هم بيرجع تاني الهند وبيروح الاسم بتاعه. الفريق ما بيكونش مصدق وبياخدوها جري عليه. بيقول لهم ابعدوا، مش هحضن حد فيكم دلوقتي، ورانا مهمه كبيره واحتمال كبير ما ارجعش تاني، هيبقوا خدوني بالحضن وانا ميت. بيروح لناندي وكون وبيقول لهم جيم موجود في المختبر ده، احنا هنهجم بطياره وهننزل عليهم من فوق بالباراشوتات. ناندي بتقول له انت ازاي هتثق في روبينا بعد اللي عملته فيه؟ بيقول لها دي حاجه تخصني، المهم لازم ننفذ المهمه في اسرع وقت قبل ما جيم يضرب الفيروس في الهند. وفعلا جيم بيكون في المختبر وروبينا بتقول له نورت يا زعيم. بيخشوا جوه والدكتور بيقول له خلاص الفيروس جاهز. جيم بيمسك كور الفيروس وبيكون في منتهى السعاده. الدكتور بيقول له هو انت بجد هتاذي بلدك؟ هتدمر الناس اللي من لحمك ودمك؟ بيقول له اللي من لحمي ودمي مات، وبلدي هي اللي بدات، يبقى يستحمله. يستحمله مين؟ بينزل من الطياره الولد المهين الوحش المكير باسان، بيخبط الازاز بصاروخ بيفرتكه وبينزل بفريقه. قبل ما ينزل على الارض بيخرجوا الحبال دي تمسكهم، بينزلوا على الهادي وبعد عني الساعه دي. روبينا بتقول لهم انا هشوف ايه اللي بيحصل، بتروح اوضه الكاميرات بتخلص على الاثنين اللي هناك، وباسان شغال في الرجاله تخبيط ولا شايف حد قدامه، ولكن جيم ابن الهرم بيرمي له قنبله بيفرتك المكان بيه ويمشي، باسان ولا بيتاثر. روبينا بتروح للدكتور بتاخد كور الفيروسات وبتقول له يلا بينا من هنا، لازم نهرب قبل ما يجي جيم، ولكن جيم بيكبس عليهم. بيقول لها ياه كنت شايف الغدر في عينيك اول ما شفتك النهارده. بيخلص على الدكتور وروبينا بتستخبى منه. ابن الهرم بياخد الكور ويهرب، باسان بيسحب النحله وبياخدها جري وراه. ابن الهرم بيرمي القنابل علشان يعطله. تفتكر ان ده هيفرق مع باسان يا صديقي؟ لا والله. بيخبطه بطلقه، بيفتح له الشنطه والكوره بتجري على البحر المجمد ده. ليه يا عم شايف نفسك مختار كوكلي؟ المهم بتيجي عربيه دعم بتحاول توقف باسان، بيلف لهم الناحيه الثانيه وبيطلع فوقيهم وبيرمي لهم قنبله في العربيه بالشفا حنبله. بيروح ورا جيم وروبينا بتخش معاهم بالزحليه دي، بتجري على الكوره وباسان بيجري معاها. جيم بياخد كوره وبيكون خلاص هياخد الثانيه، ولكن روبينا بتخطفها منه وبتجري. باسان بيحاول يجيبه، ولكن ابن الهرم بيرمي قنبله بيعمل فتحه قدام باسان ولا بتاكل معاه. روبينا بتاخدها جري وراه، وابن الهرم بيخرج قنبله بيرميها قدام روبينا فبتقع هي والكوره في الميه. بيوقف لباسان وبتكون معنا نظراته، ها هتنقذ الوزه من الموت ولا هتكمل جري ورايا؟ باسان بيسيبه وبينزل ينقذ روبينا، وفعلا بيخرج روبينا من الميه وبيروح لكون. كون بيقول له هات الكوره دي. بيقول له لا يا فندم لازم ندمرها حالا لحد ما نجيب الثانيه. بيقول له ندمر مين؟ هات الكوره. وبياخدها عافيه. بيقول له رجلت قبوض على روبينا. باسان بيقول له ازاي؟ احنا كل اللي وصلنا له ده بفضل روبينا. بيقول له ماليش فيه، دي مجرمه ولازم نستجوبها. باسان بيروح لها وبيقول لها روحي معاهم ما تقلقيش، وعد من باسان محدش هيعرف يعمل معاكي اي حاجه. وفعلا بياخدوها يحققوا معاها. بتقول لهم معرفش حاجه عن جيم، جيم ده شطان ملهوش اخر، خطته القديمه اللي انا اعرفها اكيد هيغيرها وهيضرب الفيروس بشكل جديد. الكره بتروح المختبر، وناندي بتروح للدكتور وبتقول له ايه الاخبار؟ بيقول لها الكره فاضيه ما فيهاش الا ميه معدنيه بس. بتقول له ازاي؟ بيقول لها تعالي شوفي بنفسك. مره واحده البت دي بتقول في حد اخترق المختبر وفي مكان
سلمى من جيم. جيم بيقول لهم صباح الفرن يا جدعان. ناندري بتقول له انت ناوي على ايه يا شطان؟ بيقول لها ايه رايك في الكوره؟ لقيتوها فاضيه صح؟ ايوه اقول لك انها مش فاضيه ولا حاجه. الكوره دي عباره عن ثلاث طبقات، اول طبقه فاضيه تماما والثانيه فيها الفيروس اللي مستحيل يتشاف بالعين، وبمجرد ما فتحتوا الكوره الفيروس انتشر في المكان. وبالنسبه للي انتوا لابسينه فانا مطور الفيروس على اختراق البلاستيك، يعني انتوا كلكم في خبر كان. اما الطبقه الاخيره اللي في الكوره دي مالها لكم ميه معدنيه، ما يصحش تموتوا من غير ما تشربوا ميه، او بيقفل معاهم. ناندري بتقول اقفلوا المختبر علينا، وفعلا بيشغلوا الانذار وبيقفلوا المختبر عليهم، بس انا اكون بيحضروا في المكان. وناندري بتحكي لهم كل اللي حصل، وبتقول لهم فجروا بينا المكان علشان ما حدش من الناس اللي بره يتاذي، ولكن انت بسان انت الوحيد اللي هتقدر توقف جيم. وصيتي لك قبل ما اموت اقتل جيم بطريقه ابشع من اللي قتلنا بيها، وقبلها ندمه على اللي عمله فينا. بسان بيسيبهم ويمشي، هو بيكون في منتهى الحزن، هو اخد قرار انه هيجيب جيم مهما كان الثمن. بيرجعوا يعملوا اجتماع وجيم بيتصل بيهم، هو بيقول لهم مش عارف اعزيكم ولا افرح فيكم، بس انا لسه فرحي مش دلوقتي، فرحي لما انفذ المهمه الكبيره. كوم بيقول له انت ازاي بتعمل كده في بلدك؟ بيقول له انت السبب. تحب افكرك؟ لا هفكرك لما انفذ مهمتي. هديك نبذه عن اللي هعمله، هضرب الفيروس في مدينه كبيره في الهند. المدينه دي فيها عدد سكان كبير قوي، ومن اهم المدن في الهند. كوم بيقول له عايز ايه وتوقف اللي انت بتعمله؟ بيقول له ياه مش انت ما كنتش بتتفاوض مع الارهاب؟ لا 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 اخلاقك اتغيرت يا كون. ما علينا، قدامكم 24 ساعه وتغيروا القرارات اللي انتوا خدتوها وتشيلوا اي علم هندي من كشمير. بيقولوا ده مستحيل. طب ادينا وقت نفكر. بيقول له قدامك 24 ساعه. سلام. بسم بيغضب وبيخطف واحد من رجالته، بيفضل يعذب فيه وبيقول له انا مش هقتلك لانك مش خايف على نفسك، ولكن بص لاسرتك مش بتخاف عليهم؟ فين جيم؟ خلاص. بيعترف على مكان جيم، بسم بيسيبه وبيروح لوبينا، بيلاقيهم بيعذبوا فيها، بيبعدهم وبياخدها على جنب. بيقول لها انا اسف. بتقول له هتقتلنا بسن؟ بيقول لها الكلام مش ليكي، الكلام ليهم. بيكسر عظم رجالته بالكامل وبياخدها ويهرب. جيم بيكون مع جنرال قادر وبيقول له ما تقلقش خطتنا ماشيه زي ما قال الكتاب، سلمني الفلوس وهدمر المدينه. بياخد الجهاز، وقبل ما يحول له الفلوس واحد من رجالته بيقول له الحق يا فندم، بيديله التليفون والقلم بيقول فيه كوره غريبه الظاهر انها فيروس ضربت مدينه في افغانستان. بيقول ازاي الناس دي ميته بنفس اعراض الفيروس؟ انت بتخني؟ بيقول له اخون مين؟ هم اللي كانوا معايا كورتين، واحده خدها بسان والكره الثانيه موجوده في الصاروخ. اما الكره اللي في الصوره دي ما اعرفش عنها اي حاجه. بيقول له مفيش فلوس. بيمسكه من رقبته وبيقول له كده كده فلوسك ما تهمنيش، انا بعمل ده علشان اخد بطاري. بيقول له خلاص انا اسف سيبني هموت. بيسيبه وبيبعت فريق من رجالته يشوفوا ايه اللي حصل في القريه دي. الرجاله بيوصلوا القريه بيلاقوا نفس كوره الفيروس، واحد منهم بيجي يلمسها ولكن دي بتكون خدعه من بسان، واهل القريه كلهم بيقوموا زي الفل ما فيهمش اي حاجه. بسان بيقول لهم دول اهلي وناسي وسندي وده فخ يا خرفان. جيم بيكون مستني الفريق على نار وفعلا بيوصل الفريق. بيقول لهم ايه اللي حصل؟ بسان بيقلع القناع، بيقول له في عر ان بسان حضر في المكان. بيثبتوه بالاسلحه، بيقول له لا حلو عجبتني يا بسان. بيشغلهم بالكلام وبيشاور لقادر يشغل الصاروخ، وفعلا قادر بيشغل الصاروخ والكل بيبص على الصاروخ. جيم بيستغل الفرصه وبياخد السلاح من بسان وبيكون خلاص هيقتله، ولكن رضا بيروح يوقفه فبيقتله هو. بسان بيزعل على صاحبه ولكن بيقوم علشان يساعد الباقي من زمايله، والصاروخ بيكون قدامه 4 دقايق ويتضرب. روبينا بتروح توقفه ولكن ابن الهرم قادر بيبعدها وبيبوظ جهاز التحكم. بسان بيروح ورا جيم اللي بيكون لابس طياره وبيطير قبل ما يضربه بسان. بسان بيلاقي طياره ثانيه بيلبسها ولكن بتكون مفصوله، بيحاول يشغلها ما بيعرفش وبيكون خلاص هيقع على الارض، ولكن بيوصل السلكتين دول ببعض فالطياره بتشتغل وبياخدها طيران وراه، وانا كمختار مصدق وهطير معاهم. المهم في واحد من رجاله بسان بيروح يحاول يوقف الصاروخ قبل ما يتضرب، ولكن بنت الهرم دي بتمنعه وبكل سهوله بتكسر عظمه. روبينا بتخلص اللي في ايديها وبتنزل عليها فينش الانترفانتاس، ما بتقومش من الارض تاني، ولكن الرجاله بيكونوا حواليها من كل اتجاه. تفتكر ان ده هيفرق معاها؟ قولها معايا يا صديقي. لا والله، بتمسك المتعدد ما بتشوفش حد قدامها، بتخلص على كل اللي في المكان بالكامل، واللي معاها بيفتح الصاروخ ولكن بيكون فاضي ما فيهوش اي حاجه. روبينا بتنصدم وبتقول لبسان الصاروخ كان مجرد تمويه، كره الفيروس مش موجوده في الصاروخ. وجيم بيضرب طياره بسان بيبوظها، فبسان بيطير بعيد سيب طيارته تنفجر، وبينزل على طيارة جيم بسكينة بيبوظوا طيارته هو كمان. بينزلوا على بيوت الخشب دول بيتدشملوا هما الاتنين. روبينا بتسأل واحد من رجال جيم، هو بتقول له اعترف وقول لي ايه هي خطة جيم. بيقول لها مش هقول لك يا خاينة، فبتقتله. التاني بيقول لها مع سيرجي، سيرجي بيكون ميت فبتاخد تليفونه، هو بمجرد ما بتفتحه بتنصدم. بتكلم كون، هو بتقول له الكرة موجودة في طيارة نازلة على دلهي، الكرة قدامها 6 دقايق وتنفجر، واكيد جهاز تحكم الكرة موجود مع جيم. كون بيسمع الكلام ده وبيكلم كابتن الطيارة، بيقول له ما تنزلش دلهي دلوقتي،
دلوقتي، خليك طاير في الجو. بيقول له يا فندم الوقود هيخلص مننا. بيقول له ايا كان ما تنزلش دلوقتي، في فيروس معاك عباره عن قنبله. هوجن بينزل على بسان واحده بيرقدوا مكانه. هو بيقول له زي ما سمعت، جهاز تحكم كره الفيروس معايا، انا الوحيد اللي هقدر افصلها. وريني بقى ازاي هتاخد مني الجهاز يا بسان. بسان بيجري عليه وبيخبطه في جنبه، ولكن دلهر ما بيكون جتا بيسيطر على بسان بالكامل. وروفينا وباقي الفريق بيكونوا مستنيين على نار. هو بسان بيكون معدوم مش قادر يعمل اي حاجه مع جيم. ومساعد الطياره بيقوم يدور على الكره، وفعلا بيلاقي الكره في الطياره. بيقول لكم فعلا الكره موجوده في الطياره يا فندم. بيقول له للاسف ما قدامناش حل تاني، هنضرب الطياره بصاروخ. بيقول له يا فندم احنا معانا 300 راكب فيهم نسوان واطفال. بيقول له 300 يموتوا احسن ما يموت ملايين من الناس، للاسف ما عنديش حل تاني. وفعلا بيوجهوا الصاروخ على الطياره وبيضربوا عليها. هو بسان بيبص على جهاز التحكم، بيكون فاضل دقيقه واحده والبيت اللي هما فيه بيكون خلاص هيقع، وده بيكون في صالح بسان. جيم بيبعد عنه، بيستغل الفرصه وبياخدها جري عليه، ولكن ابن الهرم بيطلع سكينه وبيكون خلاص هيقتله. وفعلا صديقي بيديها له في جنبه. بسان رغم انه مضروب بيبعد عنه وبيفضل يضحك، بيضحك لانه اخذ الجهاز ووقف كره الفيروس في اخر ثانيتين. الفريق بالكامل بيفرح، والطيار بيكلم كون وبيقول له خلاص القنبله فصلت يا فندم. كون بيقول لهم وقفوا الصاروخ فورا، والصاروخ بيكون خلاص هيضرب الطياره، ولكن بيوقفوه وبينفجر بعيد عنها بكام سنتيمتر. واحد يقول لي انت قيستهم ميخه؟ لسه قايسهم حالا، ولو مش مصدق هات متر وقيس ورايا يا صديقي. المهم بعدها بسان بيفوق له وتعالى على الهادي يا جيم. بياخدوا تخبيط يمين في شمال وبيديله فينش الانترفانتس، بيرميه بره البيت. بياخد منه ميداليه الجندي الشهيد، هو بيقول له سلم على الخونه اللي هناك. بينجز المهمه بنجاح، الولد العالمي باكتساح. بيرجع المكتب وبيحط الميداليه قدام صوره ناندي. كون بيخش عليه وبيقول له اسمع انت مش هتمشي، احنا ما نقدرش نستغنى عنك، لسه قدامنا مهمات تانيه كتير وعايزين نكبر الاسم بتاعك. ده ملف جنود متقاعدين، عايزك تجيبهم وتشوف مين فيهم هيكون معانا. هو من النهارده انت رئيس الاسم يا بسان. قول لي بقى في المهمه الجايه هتحلق شعرك ولا هتسيبه؟ بيقول له لا طبعا مش هحلقه بس هغسله. الكل بيضحك او بيسيبهم ويمشي. بيروح للوزه روبي هو بيغنوا طب ليه بيداري كده ولا انا داري كده ولا انا داري كده ولا انا ده. وهنا بينتهي الفيلم. وللعلم حابب اشكرك على تفاعلك على الانستجرام يا صديقي، ايه الحلاوه والطعامه دي. بمجرد ما حطيت الرابط في اول كومنت دخلت ودمرت الدنيا هناك، علشان كده قلت النهارده هلخص لكم الفيلم العالمي ده. يا رب كنا لاعجابك يا صديقي، وكل عام وانت بخير ورمضان كريم عليكم. والسنه الجايه ان شاء الله تقولي في كومنت انا اتخرجت وبقيت دكتوره ميخه. لازم تقول لي يا صديقي علشان اجي اكشف عندك ببلاش. ما تنساش بقى تخش تعمل لي فولو على الانستجرام ولايك هنا لو فيديو عجبك، وكومنت من قلبك يفرحني. وتخش تاخد لفه في القناه، هسيب لك رابط القنوات بتاعتنا في اول كومنت. خش هنا خد لفه هتلاقي فيديوهات كتير هتعجبك. هشوفك الفيديو الجاي يا قمر. سلام.